فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز إقامة جماعة ثانية في المسجد، أم أن الأفضل أن أرجع إلى بيتي وأصلي مع أهلي؟ إذا فاتت الجماعة تقام جماعة ثانية، أما تقام والجماعة الأولى ما خلصت فلا يجوز هذا. أو تجون والإمام يصلي وتقولون: والله ما احنا مصلين مع ذا، تجلسون لما يسلم، هذا ما يجوز لكم. هذا لا يجوز، انقسام المسلمين، تفرق المسلمين. لكن إذا فاتت الجماعة الأولى فلا مانع، بل هو مستحب أن تقيموا صلاة ثانية. دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم قد فرغ من الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على هذا فيصلي معه؟ دل على أن إقامة الجماعة بعد فوات الجماعة الأولى أنه مأمور به ومشروع. نعم، ولا تروحوا لداركم، صلوا في المسجد وأنتم معذورون. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.